And now, ladies and gentlemen, please rise and welcome the Pathfinders Global Leader, V Council, Dr. Hussam Ibrahim. واو، اليوم النهارده باذن الله باذن الله انا اثق في ربنا واثق في الاراده اللي جمعتنا تحت سقف واحد يوم 21/12/2012، يوم هيفرق مع كل شخص موجود هنا. النهارده هيكون معانا شخصيات قوية جدا جدا جدا. أحد أهم الشخصيات شخص علميا قوي جدا، أنا بتشرف جدا إن هو موجود معانا هنا، هو أستاذ الاقتصاد القياسي والإحصاء التطبيقي بكلية التجارة جامعة عين شمس، ومدير وحدة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بكلية التجارة، ومستشار نائب رئيس جامعة عين شمس. ساعدوني أرحب وبقوة جدا 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 ببروفيسور أستاذ دكتور ممدوح عبد العليم. بداية أنا عاوز أقول إن موضوع النتورك ماركتينج اللي هو الاقتصاد أو التسويق الشبكي أصبح النهاردة ركيزة هامة جدا من ركائز الاقتصاد في العالم كله. النهاردة كبار رجال الأعمال والقادة والخبراء الاقتصاديين بيعتبروه هو عمل المستقبل. وجد اللي هو القائمين على التسويق الشبكي وضحوا لكم مدى قانونية وشرعية هذا النظام التسويقي، وده اللي خلاني أؤكد وأرحب بالحضور معاكم في هذه الندوة. يا هل ترى إذا حصل التوسع في نظام التسويق الشبكي، إيه هي الآثار الاقتصادية المترتبة على التوسع في نظام التسويق الشبكي؟ هذه الصناعة بتعمل إيه؟ بتوفر لي آلاف من الفرص بتاعت العمل بالنسبة للي هم غير قادرين على إيجاد عمل، فبالتالي أدينا بنحل مشكلة بطالة، ودي بتفيد المجتمعات، ودي أول ميزة وأهم ميزة في هذا المشروع بالنسبة للمجتمع. إحنا عايزين طيب إيه هي الأمثلة العملية اللي بتدعم مفهوم نجاح التسويق الشبكي؟ كان في مؤتمر في دبي بيحضروا كبار رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين على مستوى العالم. التوصية الرئيسية إيه؟ اللي هم وجدوها هؤلاء الخبراء الاقتصاديين لخروج الشركات الكبرى من هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها هو التسويق الشبكي. يا هل ترى النظام ده بيتطور ولا لا؟ نظام التسويق الشبكي، لو انتوا تعرفوا ان كل اسبوع بينضم كم الف عضو جديد في امريكا؟ 175 الف عضو الى هذه التسويق الشبكي او الى هذه المنظومه. طب على مستوى العالم اكثر من 300 الف واحد اسبوعيا. اقول لكم كم واحد بيعمل في مجال التسويق الشبكي؟ فأمريكا بيعمل فيها 13 مليون شخص في هذا المجال، على مستوى العالم
53 مليون شخص. سعيد جدا بوجود حضرتك معنا. انا اللي سعيد بيك وسعيد بالسادة الحضور كلهم، وان انتوا ادتوني الفرصة عشان التقي بهذا الجمع الكريم، واللي اتمنى ان احنا نلتقي دائما على خير، ويكون مصر دائما آمنة، وتكون مصر دائما متقدمة، وتكون ان احنا احوال نبقى افضل وافضل ان شاء الله، والى مستقبل مشرق بمشيئة. شكرا جدا يا دكتور، شكرا لحضرتك. لما اشتغلت الشغل ده من 3 سنين ونص، عرفت الموضوع اللي كان بيتكلم فيه دكتور ممدوح دلوقتي. الفريق، وعرفت الفرق ما بين الكلام عن الشغل في الفريق والتطبيق العملي للشغل في الفريق. أول حاجة تعلمتها في الشغل ده يعني إيه كلمة تيم أو فريق، اختصار لجملة غريبة جدا. الجملة دي بتقول together everyone achieve more، يعني في وجود المجموعة كل فرد لوحده بيحصل على نتائج أكتر. كل الناس عايزة كل الناس تنجح، لأن كل الناس لما تنجح أنت هتنجح. هو ده الفرق. خليني أقول لحضراتكم إن التيم بتاعنا الباث فايندر ينتشر في أكثر من 40 دولة على مستوى العالم. من هم موجودون هنا يمثلون جزء من هذا الفريق، باث فايندر إيجيبت. عشان كده إحنا سمينا اليوم باث فايندرز إيجيبت فيستيفال، احتفالية باث فايندرز مصر، كتدشين لهذا الفريق. هنا في الفيديو اللي جاي هنشوف مع بعض النشأة. كل كلمة موجودة جوه البروفايل بتوري لحضرتك قوة عراقة التيم اللي حضرتك شغال معاه. القوة بتفرق، التاريخ بيفرق، هنا الموضوع بيختلف. خلينا نركز جدا مع الفيديو اللي جاي ونرجع نتكلم سريعا. أنا بعد ما شفت الفيديو ده دلوقتي فخور جدا جدا إن أنا في هذا الفريق، حاسس بالقوة، إحساس الأسرة. باث فايندرز إيجيبت عبارة عن أشخاص خدوا قرار في يوم من الأيام. كل الأشخاص دي كانت أشخاص مختلفة من شهور معدودة. أنا ليا كل الفخر إني أقدم الأعمدة الأساسية للتيم في مصر. هم الباث فايندر ريجونال ليدرز. ساعدوني أرحب وبقوة جدا بباث فايندر ريجونال إيجيبت. لما تعرض عليا كيونت اوريدي كان عندي بلان A وبلان B بتاعتي، يعني كنت موظف وبالليل كان عندي المشروع بتاعي. بعدين شفت في كيونت حاجه اللي تخليني ممكن تبقى هي دايما. وانت بتفكر في البلانز بتاعتك انت بتدور على بلانز قويه وتمشي بعيد وما تكونش بتعتمد عليك طول الوقت، ما تكونش بتعتمد عليك انت طول الوقت. فلقيت في كيونت الحاجه دي، ان اليومين دول بعد ما الثوره حصلت وكده والبيزنس كله انهار، فالحمد لله كيونت هي للان هي اللي ستاند اوف، وهي اللي واقفه، وهي اللي بتصرف يعني وبتمشي الحال.
وبلس انه الحمد لله من كيونت انا عملت منها حاجات حلوه كتيره يعني الحمد لله يعني. تحيه قويه لبي ار ال محمد مسعود. الى حد ان انا بدات البزنس انا ما كنتش عارف ليه بداته، بس يمكن بعد اكتر من سنه وشويه ابتديت اكتشف ايه الحاجات اللي حصلت اللي خلتني افكر ان انا اخد خطوه جوه البزنس ده. فبدات البزنس وبعد سنه ابتديت اكتشف ان الشخصيه بتاعتي لما بدات بيها البزنس كان عندها الحاجز ده. ما كانش في بزنس في الحياه احسن من البزنس ده يقدر يكسر لها الحاجز ده، لانه لو انا كنت بخاف من الناس او مش بقدر اتعامل مع الناس، اتولد قدامي بزنس شغلي يوميا ان انا اقابل فيه اكبر كم من الناس. واتكلم معاكم بكل صراحه، دي حاجه انت بتتطور بيها بطريقه بشعه انت نفسك ما تقدرش تقيمها. لما تقعد يوميا مع شخص واثنين وثلاثه واربعه تتعرف على الاشخاص، لو خدت معلومه من كل شخص انت بتكون بني ادم تاني. من شخص قعد سنتين ما عندوش غير صديق واحد، الان شخص واقف معرفش ازاي قدام 15,000 بني ادم بيتكلم. ده البيزنس. شكرا، تحيه قويه جدا. بي ار ال مين الصاصي. انا دخلت البيزنس ده عشان لما شرح لي الفكره كانت غريبه، بس ما كانتش اول مره اسمع عنها. بس الحاجه اللي كانت دايما لازقه هنا وكنت دايما بفكر فيها، انا شخص مش عاوز في يوم من الايام اذا احتجت اعمل اي حاجه الفلوس تقف في النص فتمنعني ان انا اعمل الحاجه دي. ده كان السبب الرئيسي، لما الفلوس ما بتبقاش حاجه انت شايل همها، وده السبب اللي خلاني ادخل البيزنس ده. شكرا، شكرا احمد، شكرا. تحيه لاحمد شفيق. انا احلامي كانت كبيره جدا عليا ان انا امشي فيها بتقليد بطريق غير بطريق تقليدي، لكن كان في الطريق اللي هو في البيزنس ده المكان ده اللي هو احسن مكان وجدته في حياتي اللي اتعلمت منه كل حاجه، هو ده المكان اللي ساعدني ان انا اوصل لحاجه انا ما كنتش اعرفها قبل البيزنس ده اساسا، اسمها حاجه اسمها الحريه الماليه، اللي انا عن طريقها اعرف اوصل لان يكون عندي كل الاختيارات قصادي وانا اللي اختار. الواحد لما يكون بيجري ورا احلامه كل يوم بيعرف يحقق احلام اكتر. انا كل المكان ده بيتي وكل اللي قاعدين دول عيلتي وبحبكم كلكم. شكرا. شكرا يا محمد، شكرا. ابتديت البيزنس وانا عايز زي ما بقول كده كارير او مجال اتسند عليه، لان انا ما كنتش عارف انا هبقى ايه. كل حد هنا ممكن يبقى دكتور مهندس، انا ما كنتش حابب المجال اللي انا درسته، فكنت حابب ان انا اغير الكلام ده جدا، لغايه ما دخلت في كيونات والتسويق الشبكي وابتديت الاقي قد ايه انا ببقى فخور ان انا منتسب للصناعه دي. اوكي، انا قدرت الحمد لله رب العالمين اطور من نفسي واكون شخص احسن واتعلم ازاي اكون بزنس مان هنا عشان خاطر اكون بزنس مان هنا. شكرا. شكرا يا محمد، شكرا يا هندي، تحيه قويه جدا لمحمد هندي. اسهل طريقه تنجح بيها في البيزنس ده انك تساعد اكبر عدد من الناس ان هي تنجح معاك، وهو ده الروعه في البيزنس ده، هو ده اجمل حاجه في الدنيا، مش ان انت تنجح لوحدك، ان انت تنجح وتساعد اكبر عدد من الناس ان هي تنجح معاك وتكونوا كلكم على القمه هنا مع بعض. تحيه لاحمد، احمد عيسى. كان بالنسبه لي الموضوع هو احتياج، الشعور بالاحتياج هو اللي كان خلاني اشتغل. الحمد لله مبسوط جدا ان انا اشتغلت الفرصه دي، لو اتعدت عليا مليون مره انا هوافق عليها تاني. وشكرا جزيلا لك يا دكتور، وشكرا لحضراتكم. شكرا. شكرا يا عمرو، تحيه قويه جدا لبي ار ال عمرو خطاب. كان اول مشكله بالنسبه لي ان انا مش مصري وبدرس مصر وما اعرفش ولا حد، ده كان اول تحدي بالنسبه لي، لكن مع الاستمراريه ومع المحاوله دلوقتي بقى لي 4 سنين و9 شهور و6 أيام في كيونت، معايا أكثر من 7000 واحد. شكرا يا محمد، شكرا، تحية قوية جدا. بي ار ال محمد الشاطري من اليمن.
ساعدوني ارحب وبقوه. Pathfinder Regional Leaders Egypt PRLs واشكرهم جدا 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 على وجودهم معايا. شكرا شكرا. ابتدي دلوقتي ارحب بشخصين الناس دي من سفراء الفي، وهم من اكثر الناس تاثيرا وبناء في التيم. الناس دي هتكون موجوده معايا على الستيج، وانا او احنا بنسلم مع بعض اللاكي درو، صندوق الحظ للاشخاص. ساعدوني ارحب ب في كونسل Pathfinder جلوبال ليدر كوتش اشرف عثمان ورده. وسفير الفي احد اكثر الاعمده تاثيرا في نمو الماركت، في كونسل بي جي ال كوتش ايوب ويليام. ساعدوني ارحب بسيده ادت كتير من عمرها لعمل الخير، اعلاميه ناجحه جدا. ساعدوني ارحب وبقوه على ستيج Pathfinder بي مدام ريهام سعيد. ترحيب قوي جدا مدام ريهام سعيد. صممت ان انا اكون موجوده النهارده عشان اشكر كل واحد فيكم، لان انا عارفه ان انتوا بتعملوا انجازات كتير، وعارفه ان كل سنه بتعملوا الفستيفال ده، بس صدقوني يعني ان شاء الله باذن الله السنه الجايه دي عليكم هتبقى مختلفه خالص، هتبقى مختلفه جدا على كل مجموعه الباث فايندرز، لان السنه اللي تبتدي بخير اكيد هتبقى خير اكيد. عايزه اقول لكم ان انتوا عملتوا اكتر من 25 عمليه الاسبوع اللي فات، ومتهيألي ان اهم نعم ربنا علينا هي نعمه النظر. فكره ان انت كواحد كده تروح وانت عارف ان انت رجعت نظر 25 مصري، انا متهيألي ان دي حاجه كبيره قوي، انا بحسدكم عليها بجد، وربنا يخليكم وبشكركم جدا 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 الحقيقه، لان احنا كنا في امس الحاجه ان الناس دي بقالها 9 شهور وعشر شهور مش عارفين نرجع لها نظرها، بفضل الله وفضلكم طبعا رجع، فانا بشكركم جدا الحقيقه. اعتقد اني كلمات الشكر لا تكفي لوجود سيده فاضله جدا معانا، عشان كده احنا هنكرمها تكريم بسيط جدا اقل من اي حاجه هي بتعملها. هيكون موجود معانا على الستيج هنا in charge of the market V Council ابن عباس عبد السلام. What a mission.
المسؤولة عن الفيجن كير في التيم الباث فايندر الأنسة سارة سامي. ده أكثر حاجة تعبيرا منا بالشكر للإعلامية الناجحة جدا من فريق الباث فايندر. درع الباث فايندر للسيدة الفاضلة جدا ريهام سعيد. أنا عايزة بس أقول لكم حاجة الحقيقة، والله العظيم يعني والله العظيم ما كلام كده وخلاص، يعني اللي عايزين يتكرموا حقيقي هو انتوا، لان انتوا والمصريين كلهم، يعني لان من غيركم ما كناش هنعرف نعمل اي حاجه بجد والله العظيم. يعني انا بس يعني فكره الباث فايندرز عموما فكره جيده جدا، يعني فكره التيم ورك وانكم تبقوا مجموعه وتحطوا ايديكم في ايدين بعض عشان تشتغلوا، وبعد ما تبقى دولة واحدة تبقى 40 دولة والعدد بيزيد كل سنة. أنا بس عايزاكم تفكروا إن زي ما بتفكروا تكبروا دخلكم، تفكروا إنكم تساعدوا الآخرين بتكبير الدخل ده، لو حتى ب1% من مبيعاتكم أو من مكاسبكم. هي دي بس الدعوة الأخيرة. بشكركم جدا جدا. شكرا شكرا جدا لحضرتك. تحية قوية جدا 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 للسيدة ريهام سعيد. شكرا. واحد من الدريمز، من الأحلام اللي موجودة، إني الشخص ده يشوف ماركت مصر بيكبر. دلوقتي هيكون موجود معانا Chief The Managing Director Chief Batman سنت راجا. Assalamu alaikum my brothers and sisters of Pathfinders in Egypt. Firstly, I want to say a big unbelievable, because I spoke to your Managing Director AVP Motaz Yamani and he said they are over 15,000 Pathfinders brothers and sisters at this event, the Pathfinders Night. I'm extremely proud that you all have brought that many people together, and this has always been the vision of Dato' Sri Vijay Ishwaran, our upline and mentor. When you see a challenge, when you feel like switching off, when you feel like slowing down, remind yourself of your dream. That a dream many years ago today has grown into over 15,000 people in one country in this event. And next year, 2013, we must dream bigger. And you must remember why you started this journey. You must remember the reason, your dream, so you never stop. I want to reaffirm my love for all of you. I want to reaffirm my support to your organization, Pathfinders, that you have my commitment. That I, as the MD of the V and your chief and your upline, I am always there for you. So I want to wish all of you Pathfinders a very, very happy new year. Make this last week the greatest week of 2012, and let's make 2013 the best year for Pathfinders. Remember, find your dream and find two. I love you guys. Rahab al Sage, V Council, Ibn Abbas. ممكن تحية من القلب قوية للمجهود الجبار اللي جنبه في كونسل دكتور حسام اليوم في ايجيبت فيستيفال. وزي ما شفنا في الفيديو من التشيف باتمان انه لاول مره اوفيشالي الان رسميا بيتم تنصيب دكتور حسام مهمه او لقب الفي كونسل.
في كونسل دكتور حسام. شكرا جزيلا، تحية قوية جدا لدكتور حسام. أنا بقى بحب الفن، والكوتش أول ما دخلني البيزنس دايما كان بيقول لي have fun and be number one. ليه احنا النهارده مع بعض؟ علشان لازم نكون مع بعض. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلانا نفس الارض، عشان ربنا اللي مستني ومش عايز يفرق. دلوقتي هيظهر معانا الهضبة على الستيج الباث فايندر فيستيفال 2012. موضوع قدرتك على انك تحلم كل حاجة تقدر عليها. ما تنساش كلمة اسمها رفق. الره هي الرغبة القوية، والقاف هي القدرة. الجسر الرابط ما بينهم هو الحاجة اللي انا بدأتها من 3 سنين ونص، الفرصة. لك كل الحرية، اكتب حلمك، ابدأ كتابة حلمك وخد قرار بإنك تحققه. وأنا أثق
بعد ربي في كل شخص موجود هنا، في أكتر من 15,000 شخص. لأن أنت لما تيجي تحقق حلمك هيكون في عشرات الأشخاص الموجودين معاك اللي حققوا أحلامهم. من هنا هتكون البداية. 21/12/2012 هي البداية الحقيقية لكل شخص موجود هنا. أشوفكم كلكم في باد فايندر فيستيفال 2013، وانت اللي معاك 5,000 10,000 او 15,000 جوه الصالة دي. اراكم كلكم على قمم الجبال. شكرا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق. كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا، مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا ألف يوم، بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق تطوي الخطى أرض الطريق، يهمني حلم البريء مهما يكون، يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق، لو حتى تهنا يا صديق يرجع له أنا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، بس احنا نحلم.